بعد تحذيرات مصالح الأرصاد الجوية في نشريتها الخاصة عن بداية اضطراب جوي مرتقب يطال مختلف مناطق الوطن، تنقلنا إلى بعض بلديات العاصمة لمعرفة حالة البلوعات، فكانت وجهتنا الأولى بلدية برج الكيفان التي عملت على تنظيفها منذ فترة. على الأساس بفضل العمال تاع البلدية اللي يعني يقوموا بهذه العملية كل نهاية الصيف، فصل الصيف، الحمد لله مازال ما تلقينا حتى مشكل من هذا القبيل. احنا كيجي الاضطراب مرحبا به، باسكو العمليه نقوم بها شهر اوت وبدايه سبتمبر، عندي 5 ولا 6 بوان نعاودهم بيريوديكمون شاك 15 جور ندخلوا فيهم. تجنيد كل الامكانيات والعمال مع كل اضطراب جوي هو ما تعمل عليه بلديه الحراش لتفادي الفيضانات، الا ان جهود عمال البلديه لا تكفي في ظل تسبب المواطن في انسداد البلوعات بعد تنظيفها. عمل يومي وصباح وليله كيما لهنا، انا وصاني داير، راني داير 3 فيكتيف تاع النهار تبدا من 8 للربعة، وعندي مجموعه تاع المساء من 4 ل 9 تاع الليل، وعندي مجموعه تاع الليل من 9 ل 1 تاع الليل. هذه راهي كل يوم، ايضا الجمعه والسبت ثاني يقوموا بهذا العمل. هذا باش ينقص علينا هاد الفيضانات اللي راهي تتسبب في الطريق. وحنا واش نقولوا، البروبليم هذا يرجع حاجه الاولى للمواطن. المواطن يمشي هكذاك ويرمي وين جات كذا، هاد رمي القمامات العشوائيه هي اللي تاثر على مجاري الصرف الصحي. هي عينة لبعض البلديات التي تجهز نفسها كلما كان هناك اضطراب جوي لتفادي سيناريو الفيضانات التي شهدتها العديد من ولايات الوطن، فهل ستعمم في باقي البلديات؟